المتظاهرين للأحزاب الفاسدة، خذوا مرشحيكم وارحلوا، واتركوا العراق للعراقيين. قرار تنصيب رئيس الوزراء الجديد بيد ساحات التظاهر وليس بيد شخص آخر. أي مقترح منكم وأي مرشح منكم ومن أحزابكم الفاسدة نرفضه رفضا تاما، ونصرخ بوجه ظلمه وظلمكم: كلا لكم ولأحزابكم ومرشحيكم. صرخة رجل واحد: لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. حفظ الله العراق والعراقيين من كل سوء، والرحمة والخلود لأرواح الشهداء الأحرار.